الوحدة العربية وأهمية تجسيدها كمعنى جامع لكل عربي مقاوم كانت عنوان لقاء وفد جبهة الشعبية العربية للوحدة العربية مع قيادة الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، الذي شكل بوابة حوار تفاعلي مع نماذج من الشباب السوري بمختلف شرائحه. مستقبل للشباب مش لينا احنا، فبنحاول من خلال جبهة الشعبية العربية الوحدة نشر ثقافة الوحدة، رفع درجة المواطن العربي العادي بالوحدة، وانه يشعر ان الوحدة هي طريقه الى حياة افضل. يعني اذا اتحدنا كأمة عربية هيكون عنده عملة قوية، هيكون عنده قدرات اوسع على صد العدوان الخارجي. جاء للاستماع الى التطلعات الشباب العربي السوري حول مفهوم الوحدة العربية وضرورة ان يكون هناك تضامن وقوة مشتركة مع الجبهة الشعبية في توحيد الشباب العربي والشارع العربي ايضا على مستوى الوطن العربي السوري في ظل التحديات التي تتعرض لها المنطقة وبشكل خاص سوريا. اليوم لما بدنا نحكي عن موضوع الوحدة هي الموضوع الأساسي اللي بده يجمعنا حتى تكون كلمتنا وحدة، لأنه نحن لغتنا وحدة، تاريخنا مشترك، ديننا واحد. ولو أراد الأعداء اليوم أنه هن يضعضعوا هذه الثوابت، بس سوريا علمتنا الصمود بقيادة سيد الوطن بالثوابت اللي نحن عم نعيش عليها. محطات عديدة تنقل خلالها وفد الجبهة الشعبية العربية للوحدة ليكون ختامها تطلعات ورؤى توحدت في لقاء مباشر مع الشباب السوري الذي يمثل مستقبل سوريا ووقود استمرار الحياة على أرضها.